هنا تونات تحديدا قرية العزبة بجماعة عين معطوف. الصيف بلغ ذروته، درجة الحرارة تعدت 40. تتسارع الخطوات بحثا عن مداد يقي لهيب الشمس الحارق ويلطف درجات الحر المرتفعة. المكان يبدو مناسب جدا، فج عميق بين مرتفعين تتخلله مياه بكميات وافرة وأشجار ترخي بظلالها على المكان. هنا ملتقى شباب وأطفال القرى المجاورة للمكان، العشرات تقصده يوميا وطيلة فترة الصيف الحارة. هنا شيدوا سدا من الأكياس الرملية لمنع تسرب مياه الوادي، مشكلين مجمع هام من المياه على شاكلة مسبح عمقه يتعدى أحيانا المترين. السباحة فيه ممتعة، وشكل المكان المتواجد بين مرتفعين زاد من جماليته. وادي غريغر هو أحد أهم الأودية المتواجدة بإقليم تونات، ومصدر من مصادر الفرشة المائية بالجهة، وبجريان مائي دائم وعلى طول السنة رغم قلته صيفا. وبكل تأكيد الوجه المفضل للسباحة لسكان الجهة والوافدين عليها. ولن يكون بمقدور ساكنة المنطقة الاستفادة من المكان انطلاقا من السنوات القليلة القادمة، حيث ستغمره مياه سد سيدي عبو عن آخره، وهو السد الذي بدأ في تشييده في الشهور القليلة الماضية، وسيكون من أهم وأحد أكبر السدود بالمغرب بمساحة تغطي حوالي 590 هكتارا. ومن المحتمل تدشينه صيف 26 و2000.